اليوم غدانا في أوشا، طبعا المطعم متخصص في الشاورما والمنقوشة، يفتحون الآن من 11:30 صباحا، حتى الموظفين في وقت الغداء يمديهم يطلبون منهم غداء، وعندهم تفصيل عن طريق كرج. هلا بالشاورما معلم، شلونك؟ كيف حالك؟ يعطيك العافية. الشاورما جاهزة، هنا يجهزون لكم عجينة الخبز اللي راح تدخل الفرن الآن. شرايح الدجاج في الخبزة، يا سلام يا سلام عليك. واحدة شاورما لحم، الله أكبر. نجي لقسم المناقيش، عندهم راح نشوف بعض الأصناف الحلوة اللي عليها طلب عندهم. الآن المناقيش في 4 أنواع، اللي هي الزعتر والجبنة والإيطاليان واللحم بالعجين. Go inside. أما هنا قسم العصيرات والكرك والكوكتيل. وريو يا بطل. وجديد أوشا اللي هو بوكس شاورما، يجي مع البيبسي وشاورما أوشا المميزة والبطاطس وأوشا صوص وخلطة الثوم. طبعا الدجاج كميته مش شوي، كميته 180 جرام، هذا سعره 25 ريال. هاي طلباتنا اليوم في مطعم أوشا، عندنا شاورما الدجاج وشاورما اللحم، هذا بوكس الدجاج، وفي منه لحم، مناقيش الجبن والزعتر، لحم بالعجين، وهذه الإيطاليانو أحبها عندهم، في عصير برتقال والكوكتيل. المعلومية كمية الدجاج هنا الشاورما 180 جرام.